مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. قبل ما نبداو الفيديو متاعنا نقول لكم فضلا وليس امرا اشترك في القناة، فعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسيوش تشجعوني باللايك، اذا تحبوا تسألوا على حاجة والا تحبوا اقتراحات تحطوا لي في الكومنتير اللوطة تحت الفيديو. اليوم كمش نعملوا مع بعضنا كيك بالماء، ما غير حليب ما غير زبدة، طريقة بسيطة، طريقة المحلات نجمو تعتمدوها كمشروع منزلي، طريقة سهلة وبسيطة نتحصلوا على كيك بنين وهشوش. شوفوا المراحل مع بعضنا. عنا لهنا المكونات متاعنا، نستحقوا 3 بيضات بحرارة الغرفة، 350 غرام فارينة، بكو خميرة مرطبات، عندنا لهنا الاروم نتاع الفاني، نستحقوا قطرات من روح الفاني، نجم تعوضوه بزوز ساشيات سكر فاني. لهنا عندنا 130 مليلتر زيت، وهنا 130 مليلتر ماء عادي من السباله. لهنا المكون السري اللي عندنا اللي مش يطلع لنا الكيكه نتاعنا هو الجيلك. لهنا نستحقوا 18 غرام من الجيلك. الجيلك يتباع راهو عند اللي يبيع مستلزمات الحلويات. نبداو مع بعضنا. لهنا البنات مش نرميو المكونات الكل مع بعضها بما ان مش نستعملو الجيلك، معناتها نصبو المكونات الكل على بعضهم ونركضوهم كل مع بعضهم. نصبو البيض نتاعنا اللي قلت لكم بطبيعه بحراره الغرفه، نصبو الماء، نرميو لهنا السكر. سامحوني الساعة ما ذكرتولكمش مع المكونات. نستحقو 150 غرام سكر. لهنا الحلاوة متاعها مستحبة، باهية، اللي يحب أحلى يجم يعمل 180 وإلا 200 غرام سكر، يجم يستعمل سكر حبيبات وإلا سكر محور بودر. صبو السكر متاعنا، الزيت، نعملو قطرات من روح الفاني، منطاش غرام جيلك، صبوا الفرينة، وبكوا الخميرة، تو نركضوهم في الركاض الكهربائي. نجمو تستعملوا الركاض المانيال، اما ياخو وقت ازيد. لهنا مش نركضو حكاية 7 دقايق، تو نبداو نركضو. ركضنا القطوة نتاعنا الكيكة لين تضاعف الحجم نتاعها كيما هكايا، كيما تلاحظوا كولير نتاعها ولا مستبيض. مش ناخذوا توا كاس صحيفة ونصبوا فيها مغرفتين كاكاو، كاكاو بالطبيعة لازمنا نغربلوه خاطر ديما نلقاو فيه تكتلات. نعملو 4 مغرفات ماء، جست باش نحركو الكاكاو.
شوية من الخليط متاعنا هذايا. خلطوها كي بالباهي، الفرن تاعنا قاعد يسخن على 180 درجة. طيبوها ملوطة الكيكة متاعنا، من بعد جيست نطلعو نحمروها الفوق، تاخو ما بين 30 دقيقة هكيكة. ديما نقولكم حسب الفورم تاعكم، ديما عينكم ميزانكم. ندخلوا بالباهي الكاكاو في الخليط متاعنا، ديما تلاحظوا القوام متاعها لهنا. خذيت القالب متاعي هذايا، دهنته بشوية زيت وشوية فرينة. هنا عنا للزينة بيبيت شوكولا كحلة وبيبيت شوكولا بيضة. بالطبيعة تنجمو تستعملو فيكيا، تنجمو تستعملو الزينة اللي تحبوا عليها انتوما. او نبدأ ونصبو الخليط الابيض، صبو بالكاكاو. ماذا بينا نقسموا الخليط على 3 مرات. كملوا الطريقة الخليط متاعنا هذية، كملوا صبوه الكل. بالطريقة هذه الكيك متاعنا يجينا مربري من الداخل. كملوا طويكة، نصبوا الخليط متاعنا اللي بطعم الكاكاو. ناخذ كيردون ولا سكينة نعملو هكايا، نزينوها كيما هكا. ناخذ بيبيت شوكولا متاعنا، تويكا ندخلها للفور. من بعد ما تطيب نوريها لكم المشهد النهائي متاعها. الكيكه متاعنا حضرت كيما تلاحظوا، هذه المشهد متاعها. تو نقص لكم قصه معاكم.
بالحق من أبن الكيكات اللي عملتهم. كما هكايا كما تلاحظوا، ان شاء الله تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش باش تعملوا لي جيم وكومنتير، وما تنسوا زيادة باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد في وصفه قادمه ان شاء الله.